السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك، ادعمنا عشان نستمر. يلا بينا على بداية اخبار الاسود، بس الاول نصلي على النبي. الزمالك بيواصل الاستعداد لمواجهة سموحة غدا الاربعاء ويختتم التدريبات اليوم ويدخل معسكر مغلق. بدأ اميران الزمالك امس بجلسة خاصة بين الجهاز الفني ولاعبي الفريق، وشهد الاجتماع حديث فرير عن اهمية مباراة سموحة خاصة وانها انطلاقة الفريق، واكد البرتغالي للاعبين على اهمية استغلال كل الفرص والتركيز على انهاء الهجمات بالشكل الامثل من اجل الفوز وحصد نقاط المباراة في بداية رحلة الدفاع على لقب الدوري. ركز الجهاز الفني خلال ميراني أمس الاثنين على تدريب اللاعبين على التسديدات، وقام الجهاز الفني بتقسيم الفريق لثلاث مجموعات لخوض بعض التدريبات الفنية، وشهد الميران التركيز على التسديدات من خلال لعب الكرة بثلاث تمريرات قصيرة ثم المرور من الحاجز الحديدي والتسديد على المرمى الذي تألق فيها أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وأشرف رؤى وزكريا الوردي وسيف فاروق جعفر، وتولى أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وأندريا فليب الإشراف على هذه الفقرة. شهدت تدريبات الزمالك مشاركة محمد طارق وحسام أشرف والسيد عطية حارس المرمى بعد الراحة التي حصل عليها الثلاثي من ميران قبل أمس. اختتم الفريق تدريباته أمس الاثنين بتقسيمة فنية قوية بين اللاعبين، وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية التي وضعها الجهاز الفني، وتم عقد جلسة قبل انطلاق التقسيمة لشرح بعض الأمور الفنية والتي شهدت ظهور أكثر من لاعب بصورة طيبة أمثال عواد والونش والجزيري وإمام عاشور ويوسف أسامة نبيه وإبراهيم نداي. مصدر بالزمالك فجر مفاجأة فيما يتعلق بتجميد إمام عاشور في الفترة الماضية، وأكد أن استبعاد عاشور من قبل فيريرا السبب تربوي في المقام الأول، ولكن ليس بسبب عدم حضوره من قبل للتدريبات. وبحسب المصدر أن إمام عاشور قام بالتنمر على زميله إبراهيم نداي بسبب قيام الأخير بإخراج لسانه أثناء اللعب سواء في المباريات أو التدريبات، وهو ما أدى إلى دخول نداي في نوبة بكاء لشعوره بأن إمام عاشور يسخر منه. وأكد المصدر أن الأمر وصل إلى فيريرا الذي بدوره اتخذ قرارا باستبعاد إمام بقرار تربوي بسبب التنمر على زميله، وشدد على أن أمير مرتضى تدخل في الأمر لإصلاح الأمر بين فيريرا وإمام عاشور من أجل ضمان مشاركة الأخير في مباريات الزمالك المقبلة. يحصل الزمالك على ما يقرب من نصف مليون دولار نظير مشاركة منتخب تونس في كأس العالم، وبحسب قوانين الفيفا يحصل أي نادي على مبلغ 250 ألف دولار حال مشاركة لاعبيه في بطولة كأس العالم بواقع 10,000 دولار عن كل يوم، على شرط أن يكون اللاعب قضى أكثر من موسمين مع النادي، وهذه الحالة تنطبق على حمزة المسلوسي، حيث سيحصل الزمالك بموجب مشاركة اللاعب على ما يقرب من 250 ألف دولار. ويختلف الوضع بالنسبة للثنائية سيف الدين الجزيري وفرجاني سيس، حيث سيتقاسم مع الزمالك المبلغ أندية المقاولون العرب النادي السابق للجزيري والدحيل القطري النادي الحالي لساسي، ليحصل الزمالك على ما يقرب من 125 ألف دولار نظير مشاركة كل لاعب منهما مع تونس في مونديال 2022. عقد أمير مرتضى جلسة مع أوباما خلال الأيام القليلة الماضية، وجاءت جلسة أمير مع أوباما للتأكيد على استمراره مع الزمالك وعدم رحيله، وأكد أمير لأوباما أن الفترة المقبلة سيحصل اللاعب على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات بقرار من الجهاز الفني، لذلك طالبه بالتركيز جيدا في التدريبات. عقد فيريرا أكثر من جلسة مع مدافع الزمالك بعد لقاء العودة أمام فيليمبو، وحذر فيريرا مدافع الزمالك من تكرار الأخطاء التي وقعوا فيها بلقاء بطل بوروندي الخاصة المتعلقة بالتمركز داخل منطقة الجزاء، وقام بتخصيص حصص تدريبية للدفاع لعلاج السلبيات والأخطاء التي وقعوا فيها اللاعبون في المباراة السابقة لتلافي تكرارها في المباريات المقبلة. عقد أمير مرتضى جلسة منذ أيام مع فيريرا للحديث حول التعديلات التي أجريت على لائحة الزمالك، وأكد مصدر بالزمالك أن فيريرا رحب بالتعديلات التي أجريت على اللائحة الخاصة بالفريق بعدما قامت إدارة الكرة ببعض التعديلات على اللائحة الخاصة بالفريق من أجل تحفيز اللاعبين للمنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الزمالك، وفي نفس الوقت تضمنت اللائحة عقوبات مشددة على أي لاعب يتخلف عن التدريب أو يتأخر بدون إذن، بخلاف عقوبة التصريحات الإعلامية بدون إذن. وتضمنت اللائحة بند يتضمن عقوبة على اللاعب الذي يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الفريق وموقف اللاعب في الزمالك. مرتضى منصور الحمد لله أمير وكابتن جمال كانوا عاملين مؤتمر لتقديم الصفقات من أنجح المؤتمرات اللي اتعملت، مؤتمر عالمي وتابع بضحك من امبارح، قالوا مرتضى ما راحش ليه تقريبا متخانق مع أمير، حتى سيف زاهر طلبني سألني وقلت له عشان كل واحد ياخد حقه، وشدد أنا النجم اللي في القعدة وهاخد الأضواء، وعلشان هم بذلوا مجهود ياخدوا حقهم وما حضرتش المؤتمر.
مرتضى منصور بقول للجمهور افرح ببطولاتك وبصفقاتك، يخرب بيتك في ألف عيل منكدين على 500 مليون زملكاوي، مش عاجبني ولا عاجب القانون ان العيال تقلع هدومها وتشجع. واضاف بقول لمجلس إدارة الأهلي لم اللجان اللي طلعت صورهم عندك، لأن الست أم كلثوم قالت للصبر حدود وبتجروا وتعيطوا. مرتضى الأخ محمود عثمان، انت أخدت براءة، انت بتسيء لقضاء مصر، انت دخلت في أعراض وسب، ولو فعلا أخدت براءة طلع الحكم. مرتضى منصور، هنبدأ الموسم يوم الأربع، وأول ماتش سموحة في المقاولين، وبعده سيراميكا وبيراميدز، مباريات صعبة، قرعة جميلة، لو الدكتور سيد سحبها لنا مش هتكون بكده، بس البطل ما يخافش. وأضاف وعاوزين مفيش خلافات بين الجمهور، روح اقلع في البيت وسيب الناس تفرح وتشجع الفريق، علشان بقولك المجموعة الصغيرة ودخلة في سكة الشماريخ والشتيمة. ابدأ الموسم واهتف لصفقاتك الجديدة ولفريقك، بتقول في بره التشجيع ده ما في بره شواذ. مرتضى منصور، كل سنة وانتم طيبين وربنا يكرمنا، ميعادنا الخميس هنكمل مهزلة ومسخرة ممدوح عباس، حرصت ان اقول لكم كلمة قبل الموسم، وادعوا معايا ربنا يوفقنا، والزمالك لو حصل له انتكاسة هينزل درجة تانية. خاض عبد الله جمعة تدريبات تأهيلية منفردة على هامش ميراني امس، وشارك اللاعب في الجزء الاول من الميران مع زملائه، والذي تضمن التدريبات البدنية، وبعدها خاض تدريبات الركض حول الملعب بالكرة قبل ان يختتم برنامجه التأهيلي تحت اشراف اندريا فليب مدرب الاحمال. اصبح سامسون ايكينولا جاهزا لقيادة الفريق في مواجهة سموحة، ووضع فيريرا برنامجا تأهيليا خاصا لسامسون على امل تجهيزه من الناحية الفنية والبدنية وانسجامه مع الفريق حتى يصبح جاهزا للحصول على فرصة المشاركة. ووضع فيريرا برنامجا خاصا لسامسون ايكينولا حتى اصبح المهاجم البينيني جاهزا من الناحيه البدنيه والفنيه، الا ان البروفيسور ينتظر تقييم مدى انسجام ايكينولا مع الفريق حتى يحدد الوقت الذي سيشارك فيه مع الزمالك في مباراه سموحه، وهل سيعتمد عليه كبديل ام سيدفع به في التشكيل الاساسي من بدايه المباراه حتى يمنحه الثقه الكامله. أكد مصدر بالزمالك أن الثنائي السيسي وشلبي من الناحية البدنية جاهزان للمشاركة في المباريات، لكن سيظل قرار مشاركتهما من الناحية الفنية بيد فيريرا. وشدد المصدر على أن فيريرا لن يتعجل في الدفع بأي صفقة جديدة بسبب رغبته في تحقيق التوازن بين القدامى والجدد خلال الفترة الحالية، بما يحقق أكبر مكسب للفريق. محمد شبانة كشف عن عرض من ويلفرهامبتون الإنجليزي لفيريرا، وقال فيريرا يعيش حالة جيدة ولن يصنع تاريخ جديد أو مجد شخصي لنفسه بوجوده في الزمالك، لكنه سعيد بالتواجد مع الفريق الأبيض ومستمر معه في الموسم الجاري. إبراهيم فايق، الجهاز الفني للزمالك، تلقى بشرة سارة تخص البنين سامسون إيكينولا مهاجم الفريق، وذلك بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب. وأكد فايق أن البطاقة الدولية جاءت بعد سداد قيمة الصفقة الخاصة باللاعب، وأصبح جاهز للمشاركة من الناحية الإجرائية على أن يتم حسم أمر مشاركته في المباريات من خلال البرتغالي فيريرا. وائل رياض شيتوس، لم يحدث اتفاق مع أي ناد، ويقصد نادي الزمالك، بخصوص انضمام أي لاعب أو عدم انضمام أي لاعب عشان يلعب السوبر مع ناديه حتى الآن. ووصل اللي يخصنا واللي شغالين عليه إن عندنا مباراتين يوم 24 ويوم 30، وده اللي يهمنا الآن. وأتم لا يوجد أزمة مع الزمالك بخصوص حسام عبد المجيد، جمعتني مكالمة بأمير مرتضى وأكد لي أن منتخب مصر فوق أي حاجة. بس كده، هي دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم، ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناه، ومتشكرين جدا على دعمكم.